اتفضل يا مستر. مستر احمد كروش، يعني انا شايف اولا ان نيجيريا فيها ربكة قدام، فيها غيابات كتير، ثلاثة راس حربة مش موجودين اساسيين، فانت لازم تستغل النقطة دي ان انت لازم تضغط عليهم من بدري. واضح جدا ان هم خايفين من محمد صلاح، لازم تضغط من بدري، ولازم انت اللي تاخد المبادرة مش انت اللي تسيب لهم المبادرة. تعال نشوف تشكيل منتخب مصر الاقرب. طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي، الاثنين المساكين ككروش طبعا بيعتمد عليهم اساسي، احمد حجازي ومحمود الونش. ناحية اليمين أكرم توفيق، وأكرم توفيق طبعا هيبقى عنده صراع قدام كولينز اللي هو الظهير الأيسر بتاع نيجيريا. والناحية التانية أحمد فتوح عنده معركة رهيبة جدا مع الباك اليمين السريع اللي هو موسى سيمون ما بتاع اعرفش، انا متخيل ان هو ممكن يكون ايمن، ايمن اشرف. اقرب، انا الناحيه معاك في الدفاعيه اقوى من ايمن، احمد، ايمن اشرف مكان ويضم في فتوح، الحاله بس مكان فتوح. ويضم في الحاله الدفاعيه ويلعب بالثلاثه مساكين. اعتقد بالنسبه لكيروش صعب، يعني كيروش بس هو على رايك، هو كيروش دايما بيحافظ الاربعه على الاساسيين ورا، ما بيغيرهمش، ما بيغيرهمش. اكرم توفيق فتوح لا، واحمد لعيب جامد جدا، بس هو في الاخر انا اقصد ان يعني الناحيه الدفاعيه اقوى لايمن طبعا. بس اشرف. هو النهارده انت بتلعب بطريقه كيروش 4 3 3، الاربعه دايره، نكمل دايره يا جماعه. ادي ماشي ماشي كمل ماشي، ادي الاربعه بتوع منتخب مصر اهم. الثلاثه اللي في النص طبعا هنا هيبقى حمدي فتحي بلا جدال، حمدي فتحي هو اللي بيرجع يغطي ورا بالعمق الدفاعي، وهو اللي بينزل يستلم ويعمل التمريرات الطوليه. أيوة. ناحيه اليمين دي بقى المشكله اللي هتواجه كروش، عمرو السوليه مش موجود. طب انا البديل بتاعه مين؟ مين الاقرب اللي يلعب في الحته دي؟ هل عبد الله السعيد هيستحمل الاسماء اللي انت قلتها كريم، والجهد البدني بتاعه، ولو انا عايز اعمل ضغط عالي؟ اكيد لا، هيبقى صعب جدا. عبد الله هياخد وقت 10 دقائق ربع ساعه. فانا اعتقد ان الاقرب للمركز ده بالنسبه لكروش هيبقى واحد من الاثنين، يا زيزو الزمالك لاعب نادي الزمالك، يا اما تريزيجيه. تريزيجيه لعب المركز ده في وسط. بدايته كلاعب 8، اعتقد ان ده هيبقى الفكر بتاعه، ان هو هنا تريزيجيه في الحته ديت او زيزو. زيزو الاقرب بنسبه 70%، ممكن بديله يبقى تريزيجيه. طبعا هنا محمد النني لا خلاف عليه، دول الثلاثه الارتكاز. يعكس وجهه نظر انا، معلش انا هقولها مستر كيروش، ان هنا احمد حمدي فتحي من ناحيه اليمين النني، ناحيه الشمال تريزيجيه. تريزيجيه لو تريزيجيه لعبها، بس لو زيزو لعبها هيبقى يمين، هيبقى يمين. يعني على حسب، لو زيزو هنا هيبقى هنا، لو النني هيبقى هنا. صح، تمام، على حسب، على اساس ان السوليه ده كان مكانه، فانا تمام. كنت بتكلم ان ده بديله. نيجي بقى للثلاثه اللي قدام برضو. طبعا هنا محمد صلاح، هو كيروش اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ان انا بلعب بطريقه 4 3 3 دي عشان خاطر محمد صلاح. هو الطريقه اللي نجح فيها في ليفربول مع يورجن كلوب ان هي ما بتديلوش مهام دفاعيه كتيره. ادي محمد صلاح، وهنا مفروض عمر اختار الاوتين. ماشي، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، ده بنسبه 99% هيبقى عندك تشكيل. عندك تشكيل قوي، تشكيل قوي جدا صراحة. وعندك دقه قويه جدا، وعندك بالظبط، اتفضل، عندك دقه قويه. انت عندك مثلا هنا ممكن لو دخلت عمر مرموش وتودي تريزيجيه جناح، عندك رمضان صبحي وينج، عندك بديل لمحمد صلاح زيزو، عندك الثلاثه اللي في النص احنا اتكلمنا قلنا ممكن تريزيجيه 8 وقلنا ممكن زيزو، وعنده كمان ممكن يدخل واحد زي مهند لاشين كبديل، عبد الله السعيد بياخد في الحته ديت، فانت عندك حلول كتير. عندك اللي ورا بسم الله ما شاء الله، في محمد عبد المنعم، في محمود علاء، في باكات، فعنده تشكيله وسكواد قوي جدا يقدر ان هو يواجه بيه منتخب نيجيريا. انا شايف ان انت لازم تضغط ضغط عالي من البدايه، اول 10 دقائق حتى على نيجيريا تحاول ان انت تجيب هدف مبكر، هتفرق معاك جدا. دايما الدخول للبطوله مبكرا بهدف وان انت تسجل بدري بتمشي مع المنتخب. يعني لو نفتكر 2010، احنا كنا كلنا 2008 2010 كنا كلنا خايفين، لما مشت معانا وجبنا هدف بدري، وحتى نيجيريا كانت سجلت فينا التعادل او سجلت مبكر واحنا رجعنا، فدي حاجه مهمه جدا. تعالى بقى نيجيريا لازم عشان تضربها تعتمد على برضو الضربات الثابته. عندنا ميزه ان الثلاث منتخبات اللي هنلاعبهم عندهم مشاكل في الضربات الركنيه والضربات الثابته، وده لازم يبقى كروش بيشتغل عليه في اليومين دول. لازم تحفظ لعيبه منتخب مصر الضربات الثابتة في مشكلة. تعال نشوف نيجيريا في كام واحد جوه الضربة الركنية، 1 2 3 4 5 6، ادي 9 لعيبة واتلعبت جوه منطقة الجزاء. وطبعا هنا يعني هما بيلعبوا مان، ما بيلعبوش زون، هو موقف واحد بس على القائم القريب وواحد هنا وبيلعبوا مان، فواضح جدا ان دي طريقة لعبهم وعندهم مشكلة واضحة في ده. هدف كان الراس الأخضر الماتش الأخير كاب فيردي، جابوا فيهم جون من ضربه ركنيه، فدي مشكله واضحه. لازم ان انا ادرب اللعيبه في اليومين دول على تكتيك الضربات الركنيه والثابته، بحيث ان احنا نقدر نستغل الحاجه دي، النقطه دي المهمه جدا. برضو لو شفت غينيا بيساو هتلاقي في نفس المشكله عند غينيا بيساو، برضو ضربه ثابته، ده جون المغرب في غينيا بيساو، بص كام واحد، 7 في الحته دي بس.
الغينيا بيساو اللي هي اللي لابسه اخضر والمغرب اللي لابسه ابيض. هنا 7-5 وبص هتلاقي الجناح اللي هو لابس رقم 15 ده واقف لوحده اللي هو بتاع المغرب اللي عليه الدايره الزرقاء ده واقف لوحده خالص. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كل اللعيبه واقفه وده واقف لوحده وبيلعبوا برده مان وده واقف لوحده اهو فاضي. ففي نكمل بقيه اللعبه هنلاقي ان هو اللعيب ده بقى فضل لوحده واتلعب جوه منطقه الجزاء ودخلت هدف. فانت عندك حظك حلو ان انت بتلاعب فرق الثلاث فرق اللي انت بتلعبهم في المجموعه عندهم مشكله في الضربات الثابته. ده شيء